ولا يهمك يا كامل، تلاقيك تعبان شوية بس معلش ممكن نجرب تاني بعدين. ليه فرصة كمان؟ واحد بخاتم ده. ستوب جرايه يا استاذ تامر، هو هيبوس ولا هيمسك؟ ما هي حاجه من الاثنين، احنا ما اتفقناش على كده. في حركه انت مش فاهماها في المشهد؟ خير 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 ان شاء الله. حرانه. تكييف خدمات، تكييف يعلى شويه بعد اذنك. بسم الله الرحمن الرحيم. 20-1-15 مره كات. يا عم سيطر شويه على المعتوهه دي، مش معقول كل شوط ساعتين ثلاثه، سيطر عليها شويه. انت ليه مصر على البوسه يا تامر؟ ما تمشي حالك خالص. عشان البوسه ابني اللي انا مربيه مش ممكن يفكر كده. عشان البوسه دي يا استاذ هي مش مجرد بوسه، ده مشهد جوه الفيلم، يعني تقدر تعتبره مثلا البطله في المشهد ده مثلا بتنتحر، مشهد جوه الفيلم وخلاص. المشهد ده لو اتشال درامه الفيلم تبوظ. وعلى فكره فجر قريت المشهد ده معايا قبل ما اتصور، ما اتفاجئتش يعني ان في مشهد بوسه في الفيلم. وبعدين ملح البوسه، انا مستغربه قوي الناس متضايقه قوي كده ليه من البوس؟ وبعدين الناس اللي متضايقين من البوس دول لما بيتفرجوا على مشهد واحد بيضرب مراته بيبقوا مبسوطين قوي ومعترضين بس على البوس. دي حتى البوس حاجه لطيفه جدا ورومانسيه وناعمه. الناس محتاجه تتبيس. ماما ماما حبيبتي يعني ركزي في الاكل، احنا جعانين يعني عايزين ناكل. تامر بيتكسف. اقول لك على اول مره اتبست فيها بوسه افلام؟ لا خلي ده بعدين. الاكل ممكن يستنى تامر. قال لك الاكل ممكن يستنى. وانا صغيره كنا ساكنين في وسط البلد، فكنت اعدي على السينمات واتفرج على صور الناس كده وهي متعلقه في السينمات. وفي يوم لقيت صوره كبيره لسعاد حسني، فيلم خلي بالك من زوزو، وفي الراحه والجايه شايفه سعاد حسني عماله تتبهدل. في يوم استجمعت شجاعتي ورحت شفت الفيلم، عجبني بشكل. لما جيت اتخطب بقى لابو تامر سالته شفت فيلم خلي بالك من زوزو؟ قال لي لا. استغربت جدا، معقوله في حد ما شافش فيلم خلي بالك من زوزو؟ لا عادي، انا مثلا ما شفتش فيلم خلي بالك من زوزو. كداب، انت شفته 100 مره، انت بتقول كده عشان تقاطعني. المهم لما اتجوزنا قررت انه لازم يشوف الفيلم ده. عملت اكل وولعت شمع ونزلت اجرت الفيلم من نادي الفيديو اللي جنبنا، وقعدنا نتفرج على الفيلم. وجت البوسه بتاعت حسين فهمي لسعاد حسني، كانت حته بوسه. دي كانت الليله اللي انا اتبست فيها اول بوسه افلام في حياتي. هو بابا تامر كان راجل طيب وكويس وانا كنت بحبه، بس ما كانش رومانسي خالص. طب على كده انت اجرتي له افلام كتير. لا ما انا ما لحقتش. ما هي دي الليله اللي شرف فيها الاستاذ تامر. ابراهيم يعني الكلام ده ملوش اي علاقه في فيلمك، فممكن نشيله صح؟ تشيله ده ايه؟ وانا كنت بقوله ليه ان شاء الله؟ يعني عادي يا ماما يعني على سبيل الدردشه، بس ده هنشيله. يلا يا جماعه كله في مكانه. يلا احنا جاهزين، كلاك يجهز. طب هو هيقلع ليه؟ ده بيقلع. لا 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 بس صحت الروح بس. بسم الله الرحمن الرحيم. 20-1-16 مرة. ولا يهمك يا كامل، تلاقيك تعبان شوية معلش. معلش اديني فرصة تانية، أنا هثبت لك إن أنا بحبك. إيه؟ طب بصيني أنت ماشي؟ 20-1-17 مرة. تلاقيك تعبان شوية معلش. اقعد اقعد كده وحاول انت قاعد ازاي. كات. طب ممكن نحاول تاني؟ ممكن يا اخويا ممكن نمسك. كات. حرام عليكم بقى بجد، انا يعني تعبت. البوسه بتلزق. ما هو انت ما بتشتغليش بنفس، عارفه لو اشتغلتي بنفس وانا بجد مش عارفه اعمل ايه. احنا هنعيد تاني بس عشان حاجات تانية، معلش انا بعتذرلك. ايه انت مش فاهم يا تامر، انت مش فاهم ايه؟ انا في حاله، انا واخد حالي. روح محضر روح، هي مش مساعداني في اي حاجه خالص. كل حاجه صمت، ترجع في وشي، تعمل حاجات غريبه جدا، ما بعرفش اخد ودي معاها في الكلام، فبتقول لي صدقني وقعني مصيري. تمام استاذنك بس معلش
يا حبيبي يا حبيبي. ابصر ابصر. معلش ثواني، في اي حاجه عايزها قبل ما نبدا؟ تكييف دوني حر. خدمات ولا يهمك يا كامل. معلش ممكن نهرب دلوقتي؟ كات. طب ايه يا استاذ تامر؟ تشوف حل؟ هنعيد تاني. 20-1 26 مرة. ولا يهمك يا كامل. ما مش معقولة كده يا جماعة على فكرة، مش معقولة. هنعيد تاني. طلعني يا كامل. ما ضحكك امبارح دخلت على البيت بنت خالي قاعده قدام الكمبيوتر متنحه بتتفرج على الفيلم بتاعك اللي هو انثى في الظلام، وكل ما يجي مشهد البوسه ترجع ترجعه من الاول تاني. وبعدين سالتني هي صحيح فجر اتبسط بحقه حقيقي في الفيلم ده؟ انت قلت لها ايه؟ قلت لها لا يا هبله، ده احنا بنحط ازاز كده وكده يعني. وبعدين قلت لها يا بت يعني انت لو اتعرض عليكي في فيلم مع الاستاذ رشدي اباظه وانك تبوسيه هتعملي ايه؟ قالت لي ده انا بوسه وتاني يوم اعتزل واتحجب. هتتحجب ايه؟ ما محجبه اصلا الهبله دي، مش عارفه الناس مالها كده مركزه مع موضوع البوس. ولا يهمك يا كامل، تلاقيك تعبان شوية بس ممكن نجرب تاني بعدين. معلش ممكن نجرب دلوقتي؟ معلش اديني فرصة تانية. ارحمونا 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 بقى، سيبوها في حالها بقى دي غلبانه.